من الأهرام الأهلي أمام المقصة القلب في برج العرب والعين على بتروسبورت، يقصد طبعا في الأهرام مباراة بيراميدز والزمالك. أما في الأخبار اليوم، الأهلي والمقصة في حوار مثير، لاسارتي يجهز حمدي فتحي وصالح ويوسف يناور بورقتي أنتوي وبيكلي. الأهلي يصارع طموح المقصة والأحمر يسعى لمواصلة الزحف نحو القمة ومزاحمة الأبيض، ده في الأخبار المساء. أما في جريدة المساء، الأهلي والمقصة مواجهة على المركز الثالث، لاسارتي يلعب تحت شعار لا بديل عن الفوز، وطلعت يوسف طمعان في الانتصار للحفاظ على مكانه في ترتيب الدوري. أما من جريدة الجمهورية، ضرب نار بين الأربعة الكبار، حلو جدا طبعا، الأهلي في عرض المقصة والزمالك يسعى لتسلق البيراميدز، حلو بصراحة الجمهورية برضو عنوان حلو. الأهلي يواجه المقصة في المهمة الصعبة للزحف نحو القمة، لاسارتي يتحدى غول الإصابات والصفقات الجديدة تواصل الظهور، ويوسف يتسلح بمثلث الرعب الأجنبي، ده في اليوم السابع. أما في المصري اليوم، الأهلي يصطدم بطموحات المقصة في الدوري، ولاسارتي يحذر من خطورة فوافي وأنتوي، وطلعت يتعهد بخطف النقاط الثلاث. أما عن الوفد، صراع تكتيكي بين لاسارتي وطلعت، والأهلي يتحفز لعبور المقصة في صدام مثير ببرج العرب. أما في الشروق، في مؤجلات الدوري العام، الأهلي يصطدم بالمقصة في طريقه لتحقيق المركز الثالث، لاسارتي يعتمد على أجاييه في الهجوم، حمدي فتحي ينتظر الظهور الأول، وطلعت يوسف يتسلح بالثلاثي الأجنبي. من الواضح أن هناك إجماع على الثلاثي الأجنبي لنادي مصر المقصة. الدستور، الأهلي يلتقي المقصة ويقيد ربيعة وجمال ويعير مؤمن زكريا. أما روزل يوسف، للكبار فقط، الزمالك يتسلح بالجمهور أمام صفقات بيراميدز، والأهلي في مهمة صعبة أمام المقصة.